الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير في ذكرى يوم الشهيد. مدبولي يؤكد عزم الدولة على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات. اتفاق مصري تشادي على تعزيز الاستثمارات المشتركة وعلى زيادة التبادل التجاري. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، جولة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. إلى التفاصيل، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك احتفالا بذكرى يوم الشهيد. وأكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس الجمهورية للشؤون الدينية خلال الخطبة منزلة الشهيد الكبير عند ربه، واستشهد بآيات من القرآن الكريم تدل على منزلة الشهيد. أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن دعم أبطال القوات المسلحة في حروبهم لحماية تراب الوطن ولمواجهة جماعات الإرهاب والضلال واجب شرعي ووطني، في رسالة تقدير وإعزاز لأبطال القوات المسلحة البواسل بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد. المفتي أشار إلى أن كافة جموع الشعب المصري يقدرون جيدا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة في السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن في مواجهة جماعات الضلال والغدر والإرهاب، مطالبا قوات الجيش بضرورة الضرب بيد من حديد على أيدي الإرهابيين وعدم تمكينهم من تنفيذ مخططاتهم لنشر الخراب والدمار. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الاجتماعات خلال الأسبوع الماضي لمتابعة الملفات المحلية والإقليمية والدولية، المزيد في سياق هذا التقرير. أسبوع جديد كثف فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجهوداته على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، اجتماعات ولقاءات ومتابعات لأهم الملفات بهدف الارتقاء بالوطن والمواطن وتعزيز مكانة مصر دوليا. بدأ الرئيس السيسي الأسبوع بلقاء مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، حيث تابع أولا الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر، وكذلك آخر تطورات سير التحقيقات الجارية في هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث.
الاجتماع تناول أيضا متابعة الموقف التنفيذي لمحاور خطة عمل وزارة الإسكان وما تتضمنه من مشروعات تنموية كبرى جار العمل بها، حيث وجه الرئيس مواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء مصر وفقا لأعلى المعايير المتبعة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة حتى يمكن بدء الانتقال إليها فور الانتهاء من التنفيذ. كما وجه الرئيس باستمرار جهود الارتقاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها. الرئيس السيسي أكد النهج الحالي للدولة المصرية في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان الكاردينال ليناردو ساندري، وأوضح الرئيس السيسي أن مصر والفاتيكان لديهما مجال واسع للتعاون في ترسيخ مبادئ الوسطية ونبذ العنف والفكر المتطرف والإرهاب. فيما أكد مسؤول الفاتيكان أن الخطوات التي تنتهجها الدولة مثل افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح جنبا إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية تعد رسالة محبة وسلام للعالم أجمع. وعلى صعيد تعزيز العلاقات الدولية، استقبل الرئيس السيسي رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة وكبار مسؤوليها، حيث أكد الرئيس أن مصر تسعى إلى تعزيز جهود التكامل الإقليمية وتطوير البنية التحتية في أفريقيا من خلال تعظيم الاستثمارات في المشروعات العابرة للحدود. وأشاد الرئيس السيسي بالدور المهم الذي تقوم به المنظمة من أجل تلبية الطلب العالمي على الكهرباء بطريقة نظيفة وخضراء. الرئيس السيسي رحب بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية والمنظمة والذي يتضمن إجراء بحوث مشتركة حول استراتيجية الطاقة لتسهيل تخطيط البنية التحتية للطاقة في مصر. تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية لم يغب كذلك عن أجندة الرئيس، حيث استقبل السيسي وزيرة خارجية كينيا مؤكدا خلال الاجتماع الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما التبادل التجاري والاستثمار. وأكد حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الكيني خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة تعزيز روابط الأخوة الوثيقة مع السنغال. جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها إلى الرئيس السنغالي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الرئيس السيسي عن أمنياته له بكل التوفيق في قيادة السنغال وشعبها نحو مستقبل مشرق. كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس النيجيري محمد بوهاري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي أشاد في البرقية بقوة وتميز العلاقات المصرية النيجيرية وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها ودفع أطر التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يحقق مصالح الشعبية. الرئيس السيسي تابع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين استراتيجية الاستثمار في مدينة دمياط الجديدة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدارة واستثمار مدينة دمياط للأثاث بالصورة المثلى لدعم صناعة الأثاث الوطنية لتكون المدينة الواجهة التسويقية الأساسية في هذا الخصوص داخل مصر وخارجها. وأكد على التركيز على تعظيم فرص الاستثمار الأجنبي في مدينة دمياط لتكون بوابة لتصدير الأثاث المصنع في مصر إلى المحيط الجغرافي الأفريقي والعربية. وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتركيز استراتيجيتها على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا تحقيقا لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة وضمان ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلى مستحقيه. وطالب الرئيس السيسي بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير أفضل الخدمات لهم وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها. الرئيس السيسي عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير البترول، حيث عرض الوزير المحاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول وكذلك الإنجازات غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال الفترة الأخيرة. وقال المتحدث باسم الرئاسة أن وزير البترول نوى خلال الاجتماع بتحقيق مصر لأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخها في فبراير الماضي بمعدل 1.8 مليون برميل مكافئ في اليوم، فضلا عن تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل 18 بمقدار مليون وحدة سكنية، وكذلك الوصول إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 27 مليار دولار.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ مراحل مشروع تطوير التعليم في مصر لما يمثله من ركيزة أساسية في الخطة القومية لبناء الإنسان المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، حيث أكد الرئيس ضرورة الانتقال بالتعليم إلى إطار علمي وفكري جديد يتواكب مع متطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة، وذلك بتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم وبالشراكة مع الخبرات الدولية في هذا المجال. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة عازمة على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات لتوفير فرص العمل والتوسع في الإنتاج وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، الأمر الذي يسهم في تحسين وضع الميزان التجاري لمصر. جاء ذلك خلال استعراض مدبولي لمقترح الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة بحضور وزير المالية ووزير التجارة والصناعة. ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض التصور النهائي للمقترحات الجديدة. استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار مع وكيل وزارة الدفاع الألمانية للشؤون البرلمانية الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة للوزارة وأهم المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي تسهم الوزارة في تنفيذها بمصر. كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة مجالات التعاون الحالية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الألمانية، ومنها عقد الشراكة مع شركة بومباردي الألمانية لتصنيع قاطرات السكك الحديدية، والتعاون أيضا مع شركة KSB في مجال تشغيل أبار المياه بالطاقة الشمسية. بحثت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع فرح بري مدير الشؤون الاغترابية اللبنانية أوجه التعاون بين البلدين. مكرم أشارت إلى جهود وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين بالخارج والاستفادة من عقولهم ومن كفاءاتهم وإشراكهم في عملية التنمية على أرض وطنهم. أضافت وزيرة الهجرة أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تبادل الخبرات والتقارب بين الدولتين والاستفادة من الخبرات اللبنانية فيما يتعلق بعقد المؤتمر السنوي الذي تقيمه لبنان للمغتربين اللبنانيين. أكد وزير البترول المهندس طارق الملا أهمية التوسع في مشروعات البنية الأساسية لخطوط الأنابيب والمستودعات البترولية وتسهيلات الزيت الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويات. جاء تصريح وزير البترول خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول لاعتماد نتائج أعمالها لعام 2018. شدد الملا على الاهتمام بأعمال الصيانة والتطوير لمنظومة الموانئ البترولية وتسهيلات تداول المنتجات البترولية، الأمر الذي يساهم في تحقيق مشروع مصر القومي الحالي لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتخزين وتداول البترول والغاز. اتفقت مصر وتشاد على تعزيز الاستثمارات المشتركة في الأدوية والبناء والتشييد والطاقة المتجددة وزيادة التبادل التجاري وعلى إقامة مجلس رجال أعمال مشترك. جاء ذلك خلال زيارة وزيرتي الاستثمار صحر نصر والصحة هالة زايد إلى تشاد ولقائهما مع عدد مع المسؤولين هناك. أكدت مصر حرص القيادة السياسية في مصر على تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا ومنهم تشاد. من جانبها نوهت وزيرة الصحة إلى نقل الخبرات المصرية لتشاد في مجال مكافحة الأمراض والأورام. أكد وزير المالية محمد معيط أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد أفضل، منوها إلى أهمية دور القيادة السياسية في تبني والإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. أضاف وزير المالية خلال فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجي للوزارة أن المصريين تحملوا كافة الإجراءات الإصلاحية للعبور بالاقتصاد
مشيدا بدور وسائل الإعلام في تحمل المسؤولية الوطنية خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي. أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من فحص أكثر من 4 ملايين مواطن في محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وهذا منذ انطلاق المرحلة مطلع الشهر الحالي. الوزارة أوضحت أيضا في بيان لها أن إجمالي ما تم مسحهم بالمراحل الثلاث من المبادرة بمحافظات الجمهورية تجاوز 35 مليونا، مؤكدة أن الدولة تستهدف فحص كافة المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته بفيروس سي. تشهد مقرات مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية تشهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية. أكدت منسقة المبادرة بالمحافظة أمينة أمنية منصور، أكدت على توافر كافة المستلزمات الطبية بمقرات المبادرة، مشيرة إلى أن هناك متابعة يومية لكافة الفرق الصباحية والمسائية بمختلف المناطق، وهذا يتم على مستوى المحافظة بالكامل. أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ أكثر من 11 ألف وحدة سكنية وجامعة العالمين الأهلية وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العالمين الجديدة، وهذا بنهاية شهر يونيو 2020. الجزار أشار أيضا إلى أنه من المستهدف أن يتم الانتهاء من تنفيذ المدينة التراثية بالعالمين الجديدة بنهاية الشهر نفسه بمسطح 230 فدنا. أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الحكومة تستهدف تعزيز دور الاستثمار العام خلال الفترة الحالية لإحداث نقلة نوعية في تحقيق تنمية مستدامة يشعر بها المواطن. تصريحات الوزيرة جاءت بمناسبة إطلاق وزارة التخطيط للتقرير الخاص بنتائج المشروعات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي والربع الثاني من العام ذاته ضمن سلسلة تقارير حصاد مرحلة البناء في 90 يوما، والتي أطلقتها الوزارة في ديسمبر الماضي. العالم اليوم بالمرأة، وفي مصر حاليا تعمل الدولة جاهدة على توفير الرعاية للمرأة وعلى إتاحة تكافؤ الفرص لها إيمانا بدورها الحيوي في نهضة المجتمع والوطن.
في 8 مارس من كل عام يحتفل العالم بيوم المرأة في لفتة تؤكد الدور الحيوي الذي تقوم به في مواجهة تحديات الحاضر وصياغة طموحات المستقبل لمجتمعها وللإنسانية جمعاء. للمرأة المصرية نصيب كبير ودور بطولي في دعم واستقرار الدولة، ظهر جليا في دعمها الكبير لثورة 30 يونيو للتخلص من حكم الجماعة الإرهابية بعد أن رأت بيتها الكبير يوشك على أن يسرق منها، واستمرت في دورها الكبير في دعم الاستحقاقات الانتخابية التي صنعت دولة 30 يونيو بكل أركانها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل تقديرا كبيرا لكل فتاة وسيدة مصرية، وهو ما بات واضحا من خلال توجيهاته القاطعة باتخاذ إجراءات عملية في سبيل التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال اعتماده الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فضلا عن إعلانه عام 2017 عاما للمرأة المصرية وزيادة نصيبها من برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فنحو 48% من سكان مصر هم من الإناث، وهو ما يؤكد حقيقة أن المرأة هي نصف المجتمع وتشارك في تربية وتنشئة النصف الآخر. أقول إن إحنا هنا في مصر لدينا برامج خاصة ب الرعاية المرأة في مصر، لأن المرأة في مصر لها وضع خاص، لأنها مش 50% زي ما الناس بتقول في بلدنا مصر، لا احنا بنعتبر المرأة هي كل شيء بصراحة، وده كلام مش مجاملة لها. المصريين عارفين ده عني، والمصريين شايفين ده مننا بممارساتنا، واحنا بنعمل أثناء المسار اللي احنا بنتحرك فيه جوه بلدنا. وعلى صعيد التمكين الاقتصادي الذي تتبناه الدولة لمساعدة المرأة، استحوذت النساء على 70% من قروض المشروعات متناهية الصغر و 57% من فرص العمل التي وفرتها قروض جهاز تنمية المشروعات في مجالات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب. وزارة التضامن أيضا تتبنى عددا من برامج الرعاية الاجتماعية التي تستفيد منها قطاعات عريضة من السيدات، وخاصة المرأة المعيلة والمسنة والفتيات الملتحقات بمراحل التعليم المختلفة. قدرة مصر على مواجهة أي تحديات تتوقف بشكل أساسي على قوة جبهتها الداخلية وتلاحم مختلف مكونات المجتمع، وهو ما يؤكد أن خلف كل شهيد يجود بروحه فداء عن الوطن ومقدراته تقف امرأة لا تقل عنه تضحية وبطولة من أجل أن تبقى مصر لكل المصريين.
أعلنت الدكتورة حنان يوسف أستاذ الإعلام ورئيسة المنظمة العربية للحوار إطلاق مبادرة نساء في الصورة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. أشارت إلى إنشاء قاعدة بيانات للمرأة الناجحة في المجتمع المصري والعربي، وإلى إصدار المنظمة لطابع تم إعداده خصيصا لتلك المناسبة يجمع ما بين الأصالة والحضارة والحداثة من أجل وضع النجاحات في صدارة الصورة. وأوضحت أيضا أن الفكرة تهدف إلى التعريف بتلك النماذج الهامة في المجتمع، لافتة إلى أنه سيتم اختيار بعض النماذج النسائية اللامعة وسيتم تقديمها في صور على هيئة طوابع لتعريف أجيال النشء والشباب بأهمية المرأة في المجتمع. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف عن رصد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمؤشرات النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة وما تحقق من إنجازات، وذلك خلال النصف الأول من العام 2018-2019. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا هاتفيا الأستاذة هبة سعد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة. أستاذة هبة، كل عام وكل امرأة في المجتمع المصري والعربي والعالم بخير وموفقة فيما تقدمه لأسرتها ولمجتمعها. كيف اليوم ونحن نتحدث عن احتفاء العالم باختلاف الدول عن المرأة وبإنجازاتها وتضحياتها، كيف تتابعين كل ما قدمته المرأة بالرغم من أي ظروف ومن أي تحديات؟ أنا الأول بشكر قناة بي بي سي إكسترا على المداخلة دي، وبأهني كل امرأة في العالم وكل مرأة مصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. واحنا في المجلس القومي للمرأة اللي تترأسه معالي الدكتورة مايا مورسي كانت مهتمة جدا جدا بالشهر ده اللي هو شهر المرأة، في يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، و16 مارس يوم المرأة المصرية، و21 مارس عيد الأم. فهي كانت مهتمة جدا جدا انه المجلس يقدم مختلف النشاطات في هذا الشهر، وكانت بقيادة السفيرة منى عمر رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس وجهت ان احنا لجنة العلاقات الخارجية يعمل نشاط بطريقة مختلفة في اليوم العالمي للمرأة، وقمنا بالتواصل مع مطار القاهرة الجوي وعملنا رسالة من المجلس القومي للمرأة ومطار القاهرة لكل امرأة مسافرة هتيجي في أرض مصر ان احنا بنقدم لها التهنئة والتحية وبنقول لها أهلا وسهلا بيكي
في بلدك الثانية مصر. وده طبعا مهم جدا عشان يوصل رسالة للعالم باهتمام القيادة السياسية وجمهورية مصر العربية بكل شؤون المرأة والاحتفال باليوم العالمي للمرأة لأهمية المرأة ودورها في المجتمع، وإن المرأة هي العمود الفقري لأي مجتمع. كيف يتم دعم المرأة في رأيك في الآونة الأخيرة للنهوض بها في مجالات متعددة ومختلفة، حتى إن كانت المرأة تمر بتحديات أو بمشكلات في أسرتها أو في ترأسها لعائلتها كشخص يعيل هذه العائلة بكافة أفراده؟ هو معروف عن المرأة، احنا اساسا احنا الفراعنة كليوباترا ونفرتيتي كانت المرأة الفرعونية كانت بتقود الجيوش في الحروب، فمعروف ان المرأة قوية وصامدة وبتقف قدام اي ظروف واي مشاكل واي تحديات، وبتقف بكل قوة وكل مثابرة. واليوم ده بجد يوم مهم جدا، انه فعلا نحتفل بكل امرأة وبنشكر كل امرأة على كل تضحياتها وكل جهودها وكل تعبها. شكرا جزيلا على وجودك على شاشة اكسترا نيوز استاذة هبة سعد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تواصل عملها في محافظات الجمهورية كافة لتوفير الرعاية اللازمة لهم. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن عدد المواطنين الذين تم التعامل معهم منذ صدور توجيهات الوزيرة غادة والي بلغت حتى مساء أمس ما يقرب من 7407 من المشردين. وأشار البيان إلى تنوع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين، ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض أن تستجيب للفرق. بدأ التشغيل التجريبي لميناء شرق بورسعيد المحوري بتصدير أول شحنة ملح مصري مستخرج من أرض سيناء، حيث يعتبر الميناء هو أحد أهم عناصر مشروع التنمية بشرق بورسعيد. في إطار مشروع تنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء، وبناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلن التشغيل التجريبي لميناء شرق بورسعيد المحوري الذي يعتبر أحد أهم عناصر مشروع التنمية بشرق بورسعيد. وبدأ التشغيل التجريبي على أول رصيف تم الانتهاء منه بميناء شرق بورسعيد بتصدير أول شحنة ملح مصري مستخرجة من أرض سيناء وتزن نحو 4000 طن. التجارة بتتحول دلوقتي من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام إلى أوروبا وأمريكا. البضاعة دي كلها تنزل هنا في المناطق اللوجستية ورعاية توزيعها بالسفن المفيدة للمناطق التانية، فبالتالي كل ده يعني عائد بيعود على خزانة الدولة المصرية. تتكون عناصر مشروع التنمية بشرق بورسعيد من عدة عناصر أساسية، أهمها ميناء محوري بمساحة محطات تبلغ 8 كيلومتر مربع، ومسطح مائي بمساحة 16 كيلومتر مربع، وثلاثة مناطق لوجستية بمساحة 24 كيلومتر مربع، ومنطقة صناعية للصناعات الخفيفة والمتوسطة بمساحة 63 كيلومتر مربع. وتتعاون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عملية إعداد التربة، بالإضافة إلى توفير المرافق لتتناسب مع طبيعة العمل في المشروعات الصناعية والزراعية المختلفة بشرق بورسعيد. عشان تعمق وتوصل ل 18.5 متر عشان تبقى مواصفاتك مواصفات عالمية كمينة محوري كان مجهود كبير جدا. بنشكر كركات هيئة قناة السويس، اعتمدنا على نفسنا تماما. كل اللي انت شايفه كان جبال من الرمل، تحولت إلى مياه قادرة على استقبال السفن العملاقة في زمن قياسي، فبالتالي ده يقول إن احنا المصريين احنا قادرين
محدش يشكك في قدراتنا. ثلاث ارباع العمل ده مش ثلاث ارباع، 100% من العمل ده العمل المصريين، مش ليش اجنبي واحد دخل هنا، كلها حتى شركات المقاولات شركات مصريه. الهيئه الهندسيه للخطوط المسلحه المقاول الرئيسي للمشروع، هيئه قناه السويس بتقوم بالتكريك، الهيئه الهندسيه بتقوم بانشاء الارصفه. الحقيقه كانت ملحمه. وعلى بعد بضعة كيلومترات من الميناء توضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأنفاق تمهيدا لافتتاحها، لتنضم إلى سلسلة من المشروعات التنموية التي تساهم بشكل مباشر في تنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء. أعلن رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب ماميش قرب الانتهاء من التعاقدات التي تقوم بها الهيئة وشركات عالمية لتشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد، على أن يتم تشغيل المحطات منتصف العام القادم. أضاف ماميش في بيان أن شركة مرسيدس ستكون واحدة من الشركات العالمية التي ستنطلق من الميناء كمركز لوجستي عالمي، مشيرا إلى أنه تم التوقيع مع شركة فرنسية لإنشاء محطة استقبال ومعالجة للمخلفات الزيتية. أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي اهتمام الدولة بالقضاء على مشكلة المخلفات وضرورة الاشتراك مع القطاع الخاص في إدارة منظومة المخلفات. شعراوي أشار إلى اختتام الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. أضاف أن الندوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتعرف على أفضل الخبرات الدولية في إدارة المنظومة والحوار المجتمعي الذي طالب به الرئيس، وتعريف القطاع الخاص بطبيعة المنظومة على أرض المحافظات. ينطلق ملتقى الشباب العربي الإفريقي المقرر أن يعقد في أسوان في الفترة من 16 حتى 18 من مارس الحالي، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يناقش الملتقى القضايا المتعلقة بواقع ومستقبل المنطقة العربية والقارة الإفريقية من خلال الجلسات التي تبحث موضوعات مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية وأثر التنقية الحديثة والابتكار في إفريقيا وفي المنطقة العربية، إلى جانب عقد مائدة مستديرة لإجراء حوار بين المشاركين حول سبل الاستفادة من وادي النيل كممر التكامل العربي والإفريقي، وكذلك ورشة عمل عن تنمية منطقة الساحل، بالإضافة إلى إقامة ورشتي عمل لريادة الأعمال. افتتح محافظ سوهاج أحمد الأنصاري مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية سالمون بطما بتكلفة إجمالية تقدر بخمسين مليون جنيه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. قال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب المهندس ممدوح رسلان إن المشروع يضم محطة رفع تبلغ الطاقة التصميمية لها 90 لترا لكل ثانية وخط طرد وشبكات انحدار. المحطة دي بتخدم 23,000 نسمة، والجميل فيها ان طاقتها طاقتها الاستيعابية تقدر تشتغل لغاية سنة 2060 بطاقات اعلى للتوسعات العمرانية المستقبلية المتوقعة. وهو ده اللي بيطمننا ان المشروعات مش بتتعمل عشان خمس وعشر سنين، لا، علشان يعني دي مشروعات استراتيجية وكبيرة وتكلفتها عالية. يعني تكلفة المحطة 2.8 مليون دولار، تقريبا 50 مليون جنيه مصري، التنفيذ من خلال استشاريين مصريين. وده برضو بيأكد لنا ان احنا قادرين على تنفيذ محطات مياه متكاملة بأيادي مصرية وبجودة يعني فائقة، الشركة القابضة بتنفذ مشروعات كتيرة جدا. الحكومة المصرية عاملة دعم قوي جدا للقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خصوصا في مناطق الصعيد. ويمكن احنا خلاص تم توقيع عقود كتيرة جدا من خلال قروض ومنح تم اتاحتها لمناطق الصعيد. عندنا البنك الدولي شغال ان شاء الله في سوهاج واسيوط، وانا ان شاء الله عندنا الاتحاد الاوروبي في شغال في يمكن في اربع محافظات برضو في الصعيد كلها، من المنيا سوهاج اسيوط انا. عندنا بعض المشروعات الاخرى اللي احنا من تمويل من الحكومه المصريه، كل ده الهدف منه ان احنا نرفع نسبه التغطيه بتاعت الصرف الصحي في القرى، بحيث ان احنا ان شاء الله عندنا اهداف لازم نحققها ان شاء الله على سنه 2022. ك
مكرم اللواء محمد محمود نصر الله رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم إحدى شركات هيئة السكك الحديدية كرم عددا من موظفي الشركة من العاملين على أرصفة محطة مصر، وذلك لشجاعتهم في القيام بإنقاذ أكثر من شخص في حادثة قطار محطة مصر. كما قرر المجلس صرف تعويض فوري لأسرة المتوفى بالأحداث أيمن ممدوح. هذا التعويض يقدر ب50,000 جنيه، وكذلك التكفل بكافة العمليات والمصاريف اللازمة لعلاج مصاب بنفس الأحداث. انتقد نشطاء حقوقيون غياب الديمقراطية والحريات في قطر وعدم إجراء أي انتخابات للمجالس البلدية منذ 2008، فضلا عن عدم تعديل قانون مجلس الشورى بما يسمح بانتخابات من قبل المواطنين واقتصار التعيين على اختيارات الأمير فقط. وفي الندوة التي نظمتها جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على هامش اجتماعات الدورة 40 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، طلب الحقوقيون بإيجاد آلية محاسبية لمراقبة إنفاق أموال الدولة من جانب النظام الحاكم في قطر بعد الاتهامات المتعددة بدعم الإرهاب. وأكد سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار على وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بقطر، مشيرا إلى أن الحق في الجنسية يتعرض لانتهاكات كبيرة، حيث تنزع الحكومة القطرية الجنسية عن قبائل بأكملها، وفضلا عن سلطة الأمير في منح الجنسية لعناصر متورطة بعمليات إرهابية. أشارت عايدة نور الدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية إلى أن الجمعية رصدت انتهاكات جسيمة ضد المرأة والطفل يقوم بها النظام القطري. دعت منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية ومجموعات من الجالية الصومالية بلندن إلى تنظيم مظاهرة أمام سفارة قطر في لندن احتجاجا على تدخلات الدوحة في شؤون مقديشو ودعم الدوحة للإرهاب والفساد بالبلاد. ووفق هذه المنظمات فإن نظام الحمدين يسعى جاهدا عبر عملائه في مقديشو إلى تنفيذ مخططات تخريبية وتفتيت النظام الفيدرالي من أجل تقوية نفوذه في البلد الواقع شرق قارة إفريقيا. وأكد أن عبث الدوحة بالبلاد بلغ حدا خطيرا عبر منح أموال طائلة ورشاوى الغرض منها هو إفساد بعض المسؤولين الصوماليين لتنفيذ أجندتها. أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير قوات الدفاع الجوي السعودي طائرة بدون طيار تتبع للحوثيين في أبها جنوبي المملكة. أسفر تدمير الطائرة بحسب المتحدث الرسمي باسم التحالف التركي المالكي عن إصابة 4 مدنيين وتأثر بعض المركبات بالمدينة. وحذر المالكي الحوثيين من استهداف المدنيين مؤكدا أن استخدامهم للأساليب الإرهابية في الهجوم سيكون له وسائل ردع حازمة. اندلعت معارك عنيفة بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي في مديرية كشر بحجة غربي اليمن. أوضحت مصادر ميدانية أن المواجهات بين القبائل والميليشيات انتقلت إلى بلدة نهم غربي كشر بعد اقتحام الحوثيين لبلدة العبيسة شرقي المديرية، مؤكدة سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.
أظهرت لقطات مصورة لوحدات حماية الشعب الكردية جزءا من قرية الباغوز السورية وقد تم إخلاؤها من مقاتلي داعش. تظهر اللقطات خياما ومركبات مهجورة وخنادق للتخفي من الغارات الجوية والأسلحة وغيرها من المواد التي خلفها الإرهابيون. دعت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة إلى تفكيك وإخلاء مخيم الركبان السوري في أقرب وقت ممكن. من جانبها دعت هيئات التنسيق الروسية والسورية في بيان مشترك الأمم المتحدة للتنبيه على الولايات المتحدة بعدم القبول بوجود أماكن كمخيم الركبان في سوريا وبحل المشكلة مرة واحدة. نفى الجنرال الأمريكي جوزيف فوتل الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وجود ضغوط لسحب القوات من سوريا في أي موعد محدد، وقال في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن ما يقود مسار الانسحاب هو المهمة المتمثلة في هزيمة داعش، مشيرا إلى أن التنظيم لم يهزم بصورة نهائية بالرغم من تلقيه لضربات كثيرة مؤخرا. حث السفير الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جونثان كوهن مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات ضد طهران لردع برنامجها الصاروخي، وحذر كوهن من نشاطات إيران المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط متهما إياها بإطلاق 3 صواريخ باليستية خلال الفترة الماضية، وقال إن عمليات الإطلاق 3 تأتي كتحدي للإرادة التي عبر عنها مجلس الأمن، مشيرا إلى أن مثل هذه الاستفزازات المستمرة في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها ستواجه. حكم قاضي فيدرالي أمريكي على بول مانفورت مسؤول الحملة الانتخابية للرئيس ترامب بالسجن لما يقرب من 4 سنوات بسبب جرائم مالية كشفها تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر. وأكدت المحكمة أن بول أدين بتهم تتعلق بالاحتيال الضريبي والبنكي وعدم كشف الحسابات المصرفية الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 47 شهرا. وقال القاضي الفيدرالي إن التهم المنسوبة لبول ليس من بينها التواطؤ مع الحكومة الروسية للتأثير على الانتخابات السابقة. ختام هذه الجولة الإخبارية وهذه هي أبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير في ذكرى يوم الشهيد. مدبولي يؤكد عزم الدولة على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات. اتفاق مصري تشادي على تعزيز الاستثمارات المشتركة وعلى زيادة التبادل التجاري. المزيد من الأخبار تستطيعون أن تتابعوا الموقع الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا لكم.